أهلا بكم مجددا. قالت وزارة الدفاع الفرنسية أن تنظيم الدولة خسر الجغرافيا لكنه لم يخسر التحرك، محذرة من عودة محتملة للتنظيم. في حين كشفت وزارة الدفاع البريطانية عن شن مقاتلاتها الحربية غارات جوية على مواقع لتنظيم الدولة في سوريا والعراق، موضحة أن الضربات جاءت لمنعه من التحرك وشن الهجمات. المزيد في التقرير التالي. ما أن يرفع رأسه قليلا حتى تتوالى التصريحات من الشرق والغرب تحذر من العودة التي يخشاها الجميع، المتفق على أن تنظيم الدولة يتنامى وتتسارع وتيرته، وأن نهايته الجغرافية كانت بوابة لحرب خفية في عمليات مكثفة على أراضي خصومه في سوريا بمختلف تقسيماتها. وفق خريطة ترصد تحرك التنظيم، فإنه صعد عملياته الأمنية والعسكرية في شرق الفرات، حيث قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي يضرب ويفجر تارة ويشن هجمات تارة أخرى. الوضع في الشرق لا يختلف كثيرا عن غرب الفرات، الحاضن لمعارك الكر والفر التي يمتلك التنظيم شارة البدء فيها، والذي انتقل إلى مرحلة قطع الطرق وإغراق الخصوم في حروب الاستنزاف. التحركات الميدانية لتنظيم الدولة قابلتها تصريحات وتحذيرات أوروبية، فباريس تدق ناقوس الخطر وتعلن أن التنظيم خسر الجغرافيا لكنه لم يخسر عنصر التحرك. وهذا التحرك المتزايد له في سوريا والعراق دفع الفرنسيين إلى التحذير من عودة محتملة له، وهي المعلنة منذ أيام أن مقاتلاتها الحربية باشرت مهامها فوق الحدود السورية العراقية لرصد تحركات التنظيم. التحذير الفرنسي سبقه إعلان من لندن عن شن سلاح الجو البريطاني غارات جوية على مواقع لتنظيم الدولة في سوريا. لم تبين وزارة الدفاع طبيعة المكان والهدف، لكنها أكدت أن طائراتها نفذت عمليات في كل من سوريا والعراق طالت مواقع لتنظيم الدولة. فزيادة نشاط التنظيم أعاد إحياء التحالف الدولي، وإن اقتصر الأمر على الجو لكن ثمة إجماع أنه يتحرك ويقوى يوما بعد يوم، ولا تريد الدول مشاهدة موصل ثانية. الأمم المتحدة والعراق ودول أخرى حذرت من العودة المحتملة، فالحرب اليوم مع التنظيم خفية، لا طرف مقابل آخر، بل طرف يتوقع ظهور آخر في هذا المكان ويضرب استباقيا، والاستباقية هنا قد لا تنهي الخصم بل تردعه، ولا سيما أنه المتنقل من استراتيجية المواجهة المباشرة إلى استراتيجية الضرب وترك الرسائل وأخيرا المغادرة. لي النقاش معنا من باريس الصحفي نبيل شوفان، كما ينضم إلينا في الاستوديو الصحفي عبد القادر ضويحي. مساء الخير لك ليكما. عبد القادر، داعش عاد للظهور مجددا في سوريا والعراق، هذا ما قالته وزارة الدفاع الفرنسية. ما هي إشارات ذلك؟ وهل عاد تنظيم الدولة بنفس الثقل أم أنه لا زال ضمن إطار العمليات المنفردة، الذئاب المنفردة، أضرب وهرب وكل ذلك؟ نعم، بداية مساء الخير لك ولضيف الكريم وللسادة المشاهدين. يعني حقيقة هذه العودة للتنظيم هو لم يعد كما بدأ، هو الآن يقاتل باستراتيجية الضرب ومن ثم الاختباء على كافة المناطق التي يسيطر عليها أو ينشط فيها التنظيم، بدءا من مناطق شمال شرق سوريا حيث قوات سوريا الديمقراطية. هنالك العمليات تأخذ الطابع الأمني أكثر مما هو العسكري، نلاحظ خلال الأسابيع القليلة الماضية بالتحديد منذ بداية آذار إلى اليوم هنالك تم رصد ما يقارب 70 عملية أمنية شنها تنظيم الدولة على مواقع لقوات سوريا. للتوضيح، من آذار إلى اليوم يعني نعم من تمام. شهر تقريبا. نعم تماما، ما يقارب 70 عملية نفذها التنظيم ضد قوات سوريا الديمقراطية وحتى ضد مدنيين متعاونين مع قوات سوريا الديمقراطية، وآخرها كان هو محاولة استهداف قاعدة العمر النفطية بريف دير الزور الشرقي، وهي من أكبر قواعد الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المنطقة. على الضفة الأخرى من نهر الفرات، غرب الفرات، تأخذ العمليات عمليات تنظيم الدولة طابع عسكري بحت، هنالك مقاتلين، هنالك أسلحة ثقيلة، وكذلك هنالك النقطة المهمة في هذا الموضوع، هنالك نفوذ ومناطق وصول للتنظيم. التنظيم ينشط
في البادية السورية على الرغم من كل العمليات التي شنت من قبل الروس والإيرانيين والنظام لاستئصال التنظيم من هذه البادية، لكنها لم تنجح. يوم أمس مثال تنظيم الدولة دخل بعمق ما يقارب 15 كيلومتر في بادية مدينة الميادين، واستهدف قواعد عسكرية للإيرانيين أو نقاط عسكرية للإيرانيين في هذه المنطقة، ومن ثم انسحب. هذه التحذيرات الدولية التي تتزايد اليوم هي تأتي مع تزايد أو تصاعد عمليات التنظيم. التنظيم منذ خسارته الباغوز قبل نحو عامين إلى اليوم هو صعد من عملياته بشكل كبير، والآن نحن نشاهد عمليات تنظيم الدولة تدور في هذه المناطق وتستهدف خصوم التنظيم سواء النظام أو قوات سوريا الديمقراطية، وهذا يشي أو يحضر لربما عودة ترتب فيما بعد لهيكلية جديدة للتنظيم قد تخوله الإعلان من جديد عن تشكيل نفسه بشكل أكبر، وحتى قد تخوله إلى تشكيل جسم عسكري في مناطق تديرها الولايات المتحدة الأمريكية. فيما لا يزال عناصر التنظيم يستطيعون التنقل بين سوريا والعراق عن طريق المعابر غير الشرعية طبعا، رغم أن الجيش العراقي كان قد قام بعمليات على الحدود ربما. على كل حال سأعود إليك عبد القادر. سيد نبيل، ما الأصداء أوروبيا حول هذه المسألة، مسألة عودة تنظيم الدولة والتحذيرات من ذلك؟ قبل التحذير الفرنسي الذي قرأناه على لسان وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، كانت بريطانيا قد أعلنت يوم الخميس عن شنها ضربات جوية على مراكز لتنظيم الدولة في سوريا والعراق، ما الأصداء لديك؟ مساء الخير لك وللضيف الكريم وأيضا للمشاهدين. يعني فرنسا هي من كانت حذرت يوم تم الإعلان بعيد معركة الباغوز من أن تنظيم الدولة الإسلامية لم يهزم، وأن فرنسا تريد تفكيك التنظيم وليس فقط هزيمته جغرافيا، وهذا ما عادت وذكرت به يوم تم الإعلان عن مقتل البغدادي في أواخر 2019. منذ بداية هذا الشهر حين تسلمت فرنسا قيادة التحالف الدولي لمقاتلة تنظيم داعش، عادت وزيرة الدفاع الفرنسية لتذكر بأن فرنسا تريد تفكيك التنظيم وتفكيك دعايته العنفية التي ما تزال من السهل أن تتنقل بين البلدان، كما حذرت من أن داعش بات موجودا الآن في أفريقيا وفي اليمن وفي شرق آسيا وجنوب آسيا، وأيضا عاد للنشاط في سوريا والعراق، كل ذلك تزامنا مع تقليص الولايات المتحدة وأيضا الدول المشاركة في التحالف، تقليصها لأعداد جنودها الموجودين في سوريا والعراق منذ بداية أزمة أو وباء كورونا. وبالتالي أعتقد أن فرنسا تريد أن يعني تعيد الزخم من أجل التصدي ليس فقط في سوريا والعراق، وإنما تحشد لأنها تعتبر نفسها في معركة ضد هذا التنظيم الذي يحمل أيديولوجية عنفية ودموية. وبالتالي أيضا وزير الدفاع البريطاني بن والاس كان قد ذكر بأن بريطانيا أيضا تريد اجتثاث التنظيم وليس فقط هزيمته جغرافيا كما حصل عام 2019. يعني التنظيم صحيح أنه خسر كافة الأراضي التي كان يسيطر عليها، إلا أنه لا يزال موجودا في ظل غياب حل سياسي في المنطقة مثلا، والأزمات الناتجة عن غياب هذا الحل، الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. إذا نبيل، على ضوء هذه التطورات قد تذهب التوقعات نحو أن التحالف قد يعيد نشاطه كما السابق، أو أن الدول المشاركة في التحالف قد تعزز من قواتها ومن مشاركتها في العمليات العسكرية، أليس كذلك نبيل؟ هذا صحيح. هناك كان تعزيزات فرنسية في الخليج العربي، وعبرت الفرقاطة شارل ديغول بداية هذا الشهر من أبو ظبي إلى المياه الإقليمية العراقية. شارل ديغول أعلنت فرنسا أنها ستشارك فعليا بأربعة طائرات رافال الحربية، وبالإضافة إلى جنودها الموجودين على الأرض ما يزال، والتعاون القائم بطبيعة الحال بين التحالف الدولي وبين القوات، إن كان القوات العراقية أو إن كان قوات سوريا الديمقراطية في سوريا.
نعم، أين كانت عبد القادر الغارات البريطانية التي استهدفت مواقع لتنظيم الدولة في سوريا والعراق، وماذا كانت نتيجتها بحسب المعلومات؟ نعم، الغارات البريطانية على سوريا حقيقة لم ترصد أي غارة على مناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية. والنشاط الثاني لتنظيم الدولة في البادية أيضا لا يمكن شن أي غارات في هذه المنطقة، كونها تحت النفوذ الروسي وتحتاج أي طائرات أن تدخل المجال الجوي السوري بحاجة إلى موافقة إلى التنسيق موافقة روسية تماما. فباعتقادي أن الغارات نفذت على الحدود العراقية السورية، وهذه الغارات أو الإعلان البريطاني هو يحمل أيضا رسالة ليس لتنظيم الدولة أننا جاهزون لأي عودة لك إلى هذه الساحة، وإنما حتى للروس والإيرانيين من الممكن أن تفتح هذه الغارات فصل جديد في ذريعة محاربة تنظيم الدولة. من الممكن أن نشهد حتى عمليات برية للتنظيم في هذه المنطقة بذريعة أن الروس والإيرانيين لم يستطيعوا ضبط الحدود العراقية السورية، وتنظيم الدولة يتنامى، وبالتالي نحن بحاجة لشن عملية عسكرية. وهذا حقيقة يعيدنا إلى السيناريوهات التي كانت تطرحها الولايات المتحدة الأمريكية على فصائل تدعمها في التنف وفي مناطق أخرى. كانت هذه السيناريوهات تتحدث عن إغلاق الكوريدور الإيراني. من الممكن أن نشهد مثلا عملية برية بحجة وجود تنظيم الدولة على هذا الكوريدور. وأيضا النقطة الثانية لضبط الحدود تقصد؟ نعم تماما. لاحظ العراق يكثف عملياته في هذه المنطقة، لكن حصل سجال في الفترة الأخيرة أو جدال ما بين الحشد الشعبي ووزارة الدفاع العراقية، أو ميليشيات تتبع لإيران هي منتشرة على هذه الحدود وتسيطر على كامل الحدود وتمنع حتى الجيش العراقي من الاقتراب لربما من هذه الحدود. مسألة الحدود العراقية السورية هي توليها الولايات المتحدة الأمريكية وحتى دول التحالف الدولي أهمية كبيرة، هي الشريان الوحيد لمرور تنظيم الدولة من هذه المناطق وللتنقل ما بين سوريا والعراق. وأيضا جغرافيا هي البادية السورية متصلة تماما بصحراء الأنبار الغربية، وتنقل التنظيم في هذه المناطق هو سهل جدا، يعيقه بعض النقاط العسكرية للقوات العراقية في محافظة الأنبار. لكن هذه الضربة البريطانية والإعلان، نحن نتحدث عن ضربة بريطانية بعد عامين ونصف، هذه تحمل مؤشرات عسكرية كبيرة في الحرب ضد تنظيم الدولة. تدخل سلاح الجو في ضربة تنظيم يعني أن هنالك خطر على دول التحالف من هذه المنطقة وتم التعامل معه جويا. هل سيتبع هذا التحرك الجوي عمليات برية؟ هل سنشهد عودة لطائرات التحالف الدولي لقصف مواقع تنظيم الدولة؟ باعتقادي أن الروس لن يسمحوا بهذا الدخول في مناطق نفوذهم، نحن نتحدث عن مناطق غرب الفرات ومناطق البادية السورية، لكن ممكن أن نشهده في مناطق شمال شرق سوريا. وهذا حقيقة التعامل هو موجود من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بعمليات الإنزال الجوي وحتى بعمليات القصف الجوي التي كانت تتم في بادية الروضة الشمالية. واشنطن استخدمت تعزيزات أيضا إلى قواعدها في الشمال الشرقي لسوريا، لا ندري إن كان لهذا الموضوع أي ربط أو صلة بما يتعلق بالتحالف الدولي وحرب ضد التنظيم. السؤال نبيل، ما قدرة التحالف الدولي على إعادة ضبط المشهد في الحرب ضد تنظيم الدولة؟ بحسب ما فهمنا من التصريحات الفرنسية وكما ذكرت في البداية، فإن هناك رغبة لدى فرنسا في تفكيك التنظيم نهائيا هذه المرة. يعني من الصعوبة في مكان القول بأن عملية تفكيك تنظيم الدولة الإسلامية في ظل الظروف السياسية الإقليمية الحالية سيكون أمرا سهلا على التحالف الدولي أو حتى على المجتمع الدولي، فالخلافات ما تزال قائمة بين الدول الكبرى، والخلافات تتعمق مثلا بين فرنسا وتركيا، وأيضا الفصائل السورية التي أو الأطراف السورية التي تتقاتل ما زالت لم تتوصل إلى حد أدنى من الاتفاق على مستقبل البلاد، وبالتالي الأزمات مستمرة في المنطقة. ونحن يعني نتذكر بأن أصلا تنظيم الدولة الإسلامية انبثق عندما كان هناك فراغ أمني واقتصادي في تلك المناطق، إن كان في سوريا وإن كان في العراق. وحتى اليوم يعني كل ما يحصل دليل على أن الحرب العسكرية على هذا التنظيم ليست كافية للقضاء على أيديولوجية التنظيم، وهي التي تشكل المشكلة الأكبر بالنسبة لي. برأيك بعد التحذير الفرنسي، ما الخطوة التالية لدى فرنسا نبيل؟ أعتقد أنه بعودة التحالف التقليدي بين الولايات المتحدة و
وأوروبا أي التحالف على ضفتي الأطلسي، وتسلم أيضا فرنسا قيادة التحالف في منطقة الخليج. أعتقد أن لدى فرنسا الآن زمام المبادرة إذا ما كان لديها استراتيجية للقيام بشيء ما في تلك المنطقة. أنا لا أقصد فقط عمليات عسكرية، إنما يعني الضغط باتجاه تحريك الملف السوري بالكامل كما يحصل في العراق، كما نشهد اليوم يعني بعض الخطوات باتجاه حلول سياسية في العراق. لابد من أن يحصل ذلك أيضا في سوريا، وإلا سينتقل التنظيم وسينقل نشاطه إلى المناطق السورية التي ما تزال تشهد يعني فلتانا أمنيا وصراعات، إن كان بين واشنطن وطهران، وإن كان بين واشنطن وروسيا، وأيضا بين قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي وبين الجيش الوطني المدعوم من أنقرة. نعم، تقودنا التطورات عبد القادر للسؤال في الختام عن القدرات العسكرية التي يمتلكها تنظيم الدولة حاليا، وفي أي النقاط ينشط بقوة. كنت قد ذكرت لي في البداية، ولكن لو نسلط الضوء على قدراتها العسكرية اليوم بدقيقة واحدة. يعني التنظيم أهم عنصر يمتلكه هو عنصر المفاجأة. هو يشن عمليات في مناطق لا يتوقعها لا قوات سوريا الديمقراطية ولا الطرف الثاني النظام والإيرانيين، وبالتالي هذا العنصر هو ما يميز التنظيم. بالإضافة أن الحرب الآن مع تنظيم الدولة هي لا تدور في ساحة معينة ولا تدور في مواجهة مقار عسكرية معينة، هي تدور حرب في الخفاء ما بين التنظيم. التنظيم يضرب ومن ثم ينسحب إلى عمق البادية، وهذا العمق يرهق. التنظيم يعتمد الآن في حرب الاستنزاف. نلاحظ الطرق الرئيسية للنظام باتجاه شرق سوريا هي طريق أثريا الرقة، والطريق الثاني تدمر دير الزور. يشن التنظيم عمليات عسكرية بين الحين والآخر، يقطع هذه الطرق ومن ثم يختفي. القدرة العسكرية المتمثلة لديها أولا العنصر البشري موجود في هذه المناطق، وأيضا ما يتم اغتنامه من قوات النظام والإيرانيين من المعارك هي ما تزيد من قدرة التنظيم العسكرية. فالضربة الأخيرة التي تمت على طريق دير الزور تدمر، تنظيم الدولة حصل على صواريخ حرارية من رتل العسكري لقوات النظام كان متجه إلى هذه المحافظة، وبالتالي ترسانته العسكرية تتزايد يوم بعد آخر، وهذا ما يتيح له شن هجمات في عدة مناطق مختلفة في ذات الوقت وفرصة العودة مجددا. شكرا جزيلا لك على المعلومات الصحفي عبد القادر أضويح، كنت معنا في الاستوديو. أشكر كذلك الصحفي نبيل شوفان على المشاركة، شكرا لك نبيل، كنت معنا من باريس. أشكركم مشاهدين أيضا على حسن المتابعة، تابعونا على سيريا دوت تي في. لكم مني وفريق العمل أطيب تحية، إلى اللقاء.